خطوه على جمهور يشجع مش جمهور سيلفي. امسك الجمهور امسك اللاعب ويعني بين قوسين شخلله عشان دايما وابدا تفوقه زي ما تكون بتديله نشادر في كل 10 دقائق 5 دقائق ان انت ما تنامش ما تهبطش. مش عندك الارتكازات الدفاعيه بتاعه الوداد مقفله فخلاص هتعلن استسلامك، لا احنا في ظهرك. فده جمهور النادي الاهلي دائما وابدا بيعلم بشكل كبير بعيدا عن بعض السلبيات اللي من خلال قناتكم ومن خلال اعلام محترم ممكن تتعالج عشان يبقى افضل من كده. خلينا نروح نواحي الفنيه شويه. هو فريق وصل نهائي افريقيا، هو فريق بالتاكيد قوي بالتاكيد، لما تيجي تحطهم في ميزانين بالتاكيد لا عندهم لعيبه ومدير فني وطني. انا بحب بيني وبينك المدير الفني يبقى وطني، فهو فاهم بشكل كبير جدا فنيات، عنده نواحي نفسيه بيعرف يدير فرقته، بيتشابه مع كابتن حسام البدري في تثبيت التشكيل. وده مثلا يجي البعض بيعيبه حتى على هيكتور كوبر يقول لك بيثبت التشكيل، ما هو لازم المدرب يلعب ب 13 14 لعيب عشان هم دول اللي حفظوا، وعشان اللي بره دائما وابدا برضه بتقطر لهم كده زي ما تكون بتدي لطفل الامل ان انت جوه ان انت هتشارك. فتيجي تلاقي واحد زي محمد نجيب بيتواجد بالشكل ده، تيجي تلاقي واحد زي رامي ربيعه بتطلعه من فوق لقدام. محمد نجيب وقت ما بتحتاجه بتلاقيه ممكن يبقى بعيد فتره، لكن لما بينزل بيكون على قد المستوى وعلى قد المسؤوليه. عندك لاعب شاب لسه ما عندوش مستوى الخبرات العاليه بس اكتسب من الاهلي ده محمد هاني. نعم. فتيجي تلاقي مثلا عندك صبري رحيل اللي كان مش عارف ياخد القهوه. نعم. ولا حسين السيد، فتيجي تلاقي ان هم كان بننتقد احنا جوزيه بتكشيرته وبعصبيته، ولكن هو ما كانش يحب بين قوسين اللاعب اللي بيكشر عشان ما بيلعبش. هو مش عايزه يضحك ومش عايزه اراجوز ومش عايزه مهرج، هو عايزه دائما وابدا الامل جواه ان هو هيلعب، فيقدر يصنع لنفسه اهداف في التدريبات ان هو انا جاي مش خلاص ولما ياخد الفرصه مش هتركب يعني يثبت اقدامه بشكل